وصحت امها بنص الليل وقالت مزنة ما هي بالشق. مزنة ما هي بالشق؟ عجب وين كانت؟ يشهد علي ربي يا عم الشيخ، قعدنا ندور عليها طوال الليل هين وهين وما قلنا نلاقي لها اثر. عجل عجل وين راحت؟ عرفنا بعدين انها راحت خطيفه مع شاب جربان من عشيره ابو خيشوم. مزنة راحت ايش؟ بقية بحياتكم. عسى خير عسى خير. دور مين هالحس؟ ابو داعي يا شيخ، الشيخ زعلان طال عمره توفى. وين شو الحبيب؟ وين شو المولد؟ شيخنا معك؟ جت ساعة الغفلة يا النشامة، هذه ساعة الغفلة يا العجاوين. رحمة الله عليه العجوز يا الربع، رحمة الله عليك يا شيخ، رحمة الله عليك يا شيخ، يا رحمة الله عليك يا عم الشيخ، رحمة الله عليك يا عم الشيخ. الشيخ زعلان مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع دكتور، لقال لك الله يرضى عليك بتنزل الجثة مباشرة لتحت وبتحاول تهربها برات المشفى. ولك شو ليش؟ إذا على الزيارة إجا 30 وجه من وجوه العشيرة، بقى كم واحد بفكرك رح يجي من جنازة المجثة؟ إيه صدقني، عشيرة بني شبيلان رح تزحف كلها عن بكرة أبيها وتجي على المستشفى. يلا تصرف بسرعة. أيوة، شو هالحكي؟ عشيرة بني شبيلان كلها صارت بالمشفى؟ لا حول الله، العمى ما كذبوا خبر.